أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: من تعاقد مع صاحب أثاث لصنع أثاث له وأعطاه مقدما من المبلغ المتفق عليه، ما العلة في منع هذه الصورة من البيع علما بأن أكثر الناس على هذا العمل؟ إن كان العقد عقد ملزم فإنه لا يجوز حتى يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد، لئلا يكون بيع دين بدين. أما إذا كان هذا من باب الوعد، إني أصنع لك كراسي أو أصنع لك أدوات وتشتريها مني إذا جهزت أو تتركها، أنت بالخيار تتركها أو تشتريها، هذا لا بأس به، لأنه ما هو بيع، إنما هو مفاوضة وتواعد، إن صلحت تأخذها وإن ما صلحت يأخذها غيرك، هذا لا بأس. أما إن كان عقد ملزم هذا لا يجوز إلا أن تدفع القيمة في مجلس العقد، لأنه يصبح مثل دين السلم. نعم.